مرحبا، تخيلوا انا يعني ما خلف وين ما اروح عدتي معي. شوفوا عصام هناك من بعيد يروح يسبح بالبحر. طبعا انا هذه الاشياء ما اقدر اقاومها صراحه، بالديره برا الديره، مكان يناسب ما يناسب، انا ما اقدر كل يوم ما اشوف بخور وعطر. فطبعا انا جايبه معي الفيتنامي هذا الخيالي اللي انا اموت عليه، ومبخر الجميل. انا قاعده ابخر الشاليه وبخر شاليهات اليمي. ما اقدر شلون تقول ما تشمون ريحه بخور. كم شيء ترى اللي لحقت واللي ما لحقت باقي، يعني شيء جدا بسيط، يعني اتوقع اليوم او باكر خالص سولد اوت لان كميتها جدا قليله. وبطلنا بعد الحصري حق دكتوره خلود، صار بعدها بعد موجود في بوتيكها. فيعني الحق ما تلحق بنات الابيض، والله العظيم لما جيت امسكونه عروسه من جماله، شيء مو طبيعي بالصدق، غير شكله بالتصوير. وايد 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 عجبني وايد اللي هو باشن روز، عطر الشعر والجسم الجديد من دار الطيب. بنات ريحته تجنن حق الصيف، يعني قبل انا كنت اعتقد ان عطر الشعر يمكن احلى عطر صار، هذا يفوز بعد. يعني هاي من العطور اللي انا راح اعتمدها على طول، لان انا بالذات بنات عطور الشعر شويه حساسه فيها، يعني ما احب شيء فيه عود، ما احب شيء فيه عنبر، ما احب شيء فيه، عرفت، في روائح معينه انا ما احبها بالشعر. المبخر موجود عندي بالبوتيك، باشن روز من دار الطيب موجود عندي بالبوتيك. عندكم بعد بخور اساطير يما الفيتنامي، يما يا جماله، شيء والله، يعني شوف زاختها معايا عبتها. كلهم حاطت لكم اياهم بالبوتيك، هذه مجموعة اللي انا ما استغني عنها. عندكم طبعا كناز، تدرون تعرف مش كثر انا احب كناز حق تبخير الغرفة وتعطيرها، ما استغني عنه ابدا ابدا ابدا. جزيرة ومكان كذي بحر وسوالف، حاولت اجيب معي كل العطور الخفيفة الباردة. طبعا سلك تاتش من سرايهم، هذا بعد ايبتشي حق الناس اللي تحب العطور الباردة الخفيفة. جزيرة ومكان كذي بحر وسوالف، حاولت اجيب معي كل العطور الخفيفة الباردة. طبعا سلك تاتش من سرايهم، هذا بعد ايبتشي حق الناس اللي تحب العطور الباردة الخفيفة. سلك تاتش بالنسبة لي واو. هو مع عندكم مرشود فور، هذه المجموعة كذي عرفتوا حق السفر لما تبون تروحون كذي مكان تعطرون فيه تعطيرات باردة عقب التان وعقب البحر، شيء مو طبيعي. هالاثنين اعتمدوهم بعد. أقول لكم المبخر موجود عندي وعندنا وعند دكتورة خلود. طبعا دكتورة خلود وايد تحب المباخر، وايد حبتهم من أول لون كانت هي على طول تستخدمه، عشان كذي بطلنا لها الحصري. حدكم ها اليوم باكر، ها 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 اليوم باكر، اليوم باكر، اليوم باكر راح يكون خالص. طبعا راح تخلص الدفعة الأولى من اللون الأبيض، وانتظروا القادم. القادم بعدهم يموت، بس انتوا خلكم معنا، انتظروا معنا وبتشوفون كل شيء يسركم.